أهلا وسهلا بكم. ضيوفنا لهذه الحلقة مجموعة موسيقية من التراث الشعبي، أسست سنة 2003 بعين سبع بالدور البيضاء تحت اسم الجيران أو جيران الغيوان. اضطرت المجموعة إلى تجميد أنشطتها سنة 2012 جراء مشاكل مادية قبل أن ترجع إلى الوجود تحت اسم كازا فولكلور. أسماء حمزاوي، عبد الكريم قدوس، يوسف بوتخوم، صام تغزاوي أبدعوا في الكثير من الأغاني كرحل جوال، هذا قدر الله، فين زمان الحق، الغافل، مجمع الأحباب، القوت، علاش عيني تبكي، إفريقيا، والقائمة طويلة. هاد الإنسان مضمات الأيام يبوح يبكي بدموع الليرة. الإنسان مضنات الأيام يبوح يبكي بدموع اللي راح. وهاد الغيوان ولداتو سجان المجروح، ولداتو سجان المجروح، يغني لرجوعك يا خيلة تعزيني، خيلة تعزيني يا كرابت خيمتنا وطاحت دمعتنا، خيلة تعزيني يا كظلامت حومتنا وطفات شمعتنا، يا كطارت محنتنا خيي ومامتنا، يا كبكلمة حق أنا وانت عشنا، يا كبكلمة حق أنا وانت عشنا. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.